دابا تكلمت بعدا على الاقل غادي تطلبوا اليوم وحاله استثنائيه من فضلكم الاخوات والاخوان النواب. هذه المؤسسه راها امانه في عنقنا، كل اختلال في التوازن هذا ملك للمغاربه. الله يخليكم ما تدافعوش على الحكومه، الحكومه قادره تدافع على راسها. تفضلوا السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، غادي نطلق من العباره اللي جات في الكلام ديالكم فاش قلتيو هذه المؤسسه مبنيه على التعاون والتكامل والتوازن. جيد جدا. من هذا المنطلق غادي نبدا هذه المداخله ديالي، ولا سمحتوا لي فقط بما انه كانت مداخلتين ولا ثلاثه تكون شويه الاريحيه في ضبط الوقت باش نقدر نجاوب على القضايا اللي مرتبطه بعلاقه البرلمان بالحكومه. اولا، جميعا داخل هذه القاعه نتفق بان هذه المؤسسه التشريعيه هي ملك للمغاربه، وطبعا حينما تحضر الحكومه فانها تحضر من اجل توضيح مجموعه من القضايا التي تهم المواطنين. ولا نقل حرصا عنكم سيد الرئيس ولا عن اي طرف اخر كيفما كان عن يعني انتماؤه في حرصنا على هذه المؤسسه والادوار ديالها. دابا الان نبدا بالنقطه الاولى اللي درتيها السيد الرئيس، قلتي بانه انا ارفض. جيد جدا ان ترفض، ولكن اذا رفضت في المرات المقبله ما فيها بس تكتب لنا، حيت حنا كتبنا لك، كتب لنا وقلنا ارفض قبل الجلسه، وانا ذاك سوف نتفاعل مع هذا الموضوع بكل ما يليق في اطار المؤسسات الموجوده في البلاد واللي كتؤول النظام الداخلي وكتؤول القوانين المؤطره للحياه السياسيه والبرلمانيه في بلادنا. لانه اذا كانت عند الحكومه الحق انها ترتب القوانين، كيفاش ما يكونش عندها الحق انها تطلب استثناء حينما يكون هناك عائق يعيق حضور احد الوزراء؟ نجي للاسئله الشفهيه باش ما يتقالش حضور الحكومه من عدمه. انا نتمنى في الاسبوع المقبل نجي ان شاء الله ويطرح لي سؤال حول عدد الاسئله الشفهيه التي اجابت عليها هذه الحكومه، تتجاوز بكثير الأسئلة التي طرحت خلال الولايتين، ونبحث في الأرشيف ونجبد الولايات السابقة. السيد الوزير، السيد الوزير، قطعني. السيد الوزير، ومن حقك أن تجيب على نقطة نضال، لا أن تلقي عرضا، لا أن تلقي عرضا على كل ما له علاقة بين البرلمان والحكومة. كمل الوقت السيد الرئيس، راه جوج دقائق هذه، عندك لا جواب غير في دقيقة، أعطيتك جوج دقائق. تفضل. سأجيب السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس، هذا الوقت، الوقت ديالك انتهى. عندك جوج دقائق وثلاثة ثواني. السيد الرئيس غادي تجاوبني وغنطلب نجاوبك. غتجاوبني وغنطلب نجاوبك. أنا أتكلم بخصوص الأسئلة الكتابية. أنا كنجاوبك. خصني نجاوبك. راك تكلمت فيها سيد السيد الوزير. السيد الوزير راه موقف الوقت، راه موقف الوقت مده وانت كتكلم. اعطيتك كنت معاك كريم جدا، وانا نبغيكم تشرح. انا كنت كنعطيكم الكلمه واخا ما كانش في النظام الداخلي، انتم تتذكرون هذا. كاينه ولا ما كايناش؟ وانا دي كنت مندي المبادره، ملي كنت كنعطيها للناس قبل منك، لان كنا كنقولوا احنا ما نديروش المونولوج، خصنا يكون الجواب. سيد الوزير، هذه القضية ديال الترتيب، خلينا كنديروا الحوار. إلا بدا نقول لكم، إلا بدا غير نقول لك كنديروا الحوار خصنا نسمعوا شي لشي، إلا ما كنديروا شي إوا كاينة حاجة أخرى. سيد الوزير، هذه القضية ديال الترتيب ماشي ولا راه ماشي استثناء، راه ولات قاعدة. أرجعوا للجلسات كلها ولات، وما بغيتش نقول هذا راه كيخلق ارتباك للفرق المحترمة، راه مع 11 حاجة هذه الرسالة. شنو نجاوب أنا؟ شفتها أنا، شفتها دابا بحالي بحالكم، لأن حسب كان في عندي فيها الأخبار، تجابوها لي في الملف باش نجاوبكم. هذا ولا ارتباك كتخلقوه. اوه اللي كيسمو الوزير عادي يجي حتى نهار الجمعه ما كاين لا موظفين كذا. احنا كندافعوا على الحكومه وكندافعوا على المؤسسه. اذا هذه القضيه ما ولاتش. طلبت السيد الرئيس مقبول، قال لك اليوم حاله لان ما كانوش الناس منتبهين للقانون، مقبول. ولكن فوق هذا لا، باش نبداو ندوسو حنا على القانون بحكم بان الحكومه، هذا ما مقبولش. حيت خصني التوازن. هادو مؤسستين، وهاد المؤسسه جايه في الدستور قبل المؤسسه قبل السلطه التنفيذيه.
وخليونا نخليو له هذا الشيء. راجعوا الملفات واش دائم من هذا الطلب ترتيب ولا لو كيخلق ارتباك، والفرق المحترمه كلها اذا كان شي حاجه كاين الوزير ينوب عن الوزير. شكرا. ننتقل اذن الى سامحتم، الى سامحتم استثناء وانتهينا يمكن. تفضل تفضل. وماشي والرئيس، والرئيس فين رحنا؟ السيد الرئيس، والرئيس السيد الرئيس، والنائب، والنائب السيد الرئيس المحترم، السيد الرئيس المحترم. نعم مزيان هكذا مزيان. السيد الرئيس المحترم، للأسف نسجلها مرة أخرى، كل الجلسات التي ترأسونها تثيرون فيها القلاقل وتثيرون فيها مرة أخرى تبخيسا لهذه المؤسسة. للأسف الشديد السيد الرئيس، جوج الحالات غادي ندخل جوج الحالات. الحالة الأولى هو أن في بداية الجلسة طبيعي جدا أن السادة النواب والسيدات النائبات عاد كيجلسوا، عاد كيلقاو بلاصة فين غيجلس، فين كيكون شوية ديال الضجيج، فلا داعي أنكم تثيروها. الحالة الأمر الثاني اللي بغيت نتكلم فيها السيد الرئيس المحترم هو أنه كاين أمور اللي كتبت فيها هنا راك رئيس ديال الجميع ديال هاد اللي كاين هاد القاعة، وكاينه أمور اللي خصك تبت فيها داخل مكتب مجلس النواب. ما ترفض ما تبت، خلي المكتب ديال المجلس ناقشها معاهم تما. علاش حنا صوتنا عليكم باش تكونوا في المكتب إلا باش تدرسوا هاد الأمور هادية بشكل، وداك الساعة جيو طبقوا القرار. ماشي أنا كأرفض، أنت ماشي رئيس. شكرا. أنت رئيس الجميع. شكرا شكرا. كاين النظام الداخلي، كاين النظام الداخلي كيقول السيد النائب شوف فيا، شوف شوف فيا كيف ما تمشيش الدكار، يا علي يتسع صدرك، علي يتسع صدرك. هذا السيد الرئيس يطبق القانون. السيد الرئيس كاين المادة 286 واضحة الفقرة منها، ماشي غادي يمشي يرجع يقلب. السيد الرئيس ما كيرضخش لهاد، لا بعد أول نظام داخلي ما عندكش الحق توجه لا ليا ولا 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 ولا, 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 ولا شي زميل ديالك شي انتقاد، قول شي حاجة عامة. أنا هنا أطبق القانون. إذا اللي ما عجبوش اللي ما أنا عطيني القانون أنني نطبق هنا القانون، واللي ما عجبوش وانت إلا ما كنتش كتعرف القانون شنو هو مكانك ليس هنا. أنا إلا قل لي شي حد مكانك ليس هنا، ليس هنا إلا ما كنتش قابل، إلا ما كنتش قابل تطبيق القانون هذا هو. تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، أنا كنتمنى أن الجلسة ديالنا تعطى لها القيمة الكاملة باش المؤسسات ديالنا في إطار ما قلته في الأول ديالي كنت توازن ديال المؤسسات. وكنتمنى أن السادة النواب في كثير من الأحيان ما يجاوبوش بالنيابة على الحكومة، لأن هذا اللي كان كيدير لنا إشكالات كبيرة دائما. وكنا دائما كنعطيو الاحترام اللازم للسادة الرؤساء نهار تيكونوا في المنصة، وتنعتبروهم دائما رؤساء ديالنا كاملين. وللأسف هذا الشيء ما تيحصلش من مجموعة من النواب. دائما تيكونوا متربصين وجاهزين وواجدين باش يجاوبوا رئيس الرئيس. كاين شي حاجه سميتها النظام الداخلي، وكاين القانون في هذه البلاد، وكاين في هذه القاعه. نهار كيطبقها شي واحد ما عندش واحد ما يقول له.